أن تكونوا قد عرفتم اسم هذه الشخصية. اسمه يبدأ بحرف الألف. من هو؟ والجائزة الأولى هي سيارة رينو. ما تحفظين شيء من شعره يا أختي؟ فالفزورة تقول: أنا شعري أخضر أخضر وثماري سكر سكر. أولاً مبروك عليك شهر رمضان مبارك. كل سنة وأنت طيب. ثانياً علوان تجنن. والحين جاء دورنا مع الصفة المكتوبة والمفروض أنكم عرفتوها. عرفتم يا شاطرين السورة هذه ليش؟ عرفتم يا شاطرين السورة هذه وين؟ يا عمان الخير يا وجه القمر بين نخل وثمار وشجر. اسمي تتقدكم محبوبة وفي الموسيقى أنا موهوبة. مشاهدي الأعزاء، مرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامجكم فوازير رمضان. يا نونا تجري